إذا حلف R المتراجحة الآلين ديال x زائد واحد أكبر قطعا أكبر أو يساوي صفر. بالنسبة للمتراجحات فلي اعتبرنا x أكبر قطعا من صفر و y أكبر قطعا من صفر، فالآلين ديال x أكبر قطعا من y يكافئ ماذا؟ يكافئ أن x أكبر من y. علاش؟ لأن الآلين هو دالة زوجية، حنا كنعرفو بأن الدالة الزوجية فإذا كانت مثلا x أصغر من y فهي تكافئ f لي x أصغر من f لي y والعكس كذلك، يعني أن الدالة الزوجية تحافظ على الترتيب، وبالتالي فإذا كان x أكبر من y إذن الآلين ديال x أكبر من الآلين ديال y، وكذلك إذا كان x أصغر من y فالآلين ديال x أصغر من الآلين ديال y. إذن أول حاجة في المتراجحة أو في حل المتراجحة هي تحديد مجموعة تعريف المتراجحة، يعني فين معرف المتغير. إذن نعتبر واحد d إذا ليكن d أو لتكن d مجموعة تعريف المتراجحة. إذن بالنسبة للمتراجحة فعندنا الآلين ديال x زائد واحد أكبر أو يساوي صفر. إذن المتراجحة معرفة إذا كان ماذا؟ إذن بحال اللي كنحدد مجموعة التعريف. إذن ما بداخل الآلين خصو يكون موجب قطعا، يعني x زائد واحد أكبر قطعا من الصفر. بي إذن زائد واحد كنديوها للطرف الثاني للمتراجحة كترجع x أكبر قطعا من ناقص واحد. إذن المتراجحة معرفة إذا كان المتغير x أكبر قطعا من ناقص واحد. إذن الآلين ديال x زائد واحد أكبر أو يساوي صفر يكافئ الآلين ديال x زائد واحد أكبر أو يساوي إذن صفر. كنعرفوا بأن الآلين ديال واحد كتساوي صفر والآلين ديال e كتساوي لنا واحد، إذن صفر يمكن نعوضها بالآلين ديال واحد. إذا لقينا الآلين أكبر من الآلين، إذا يكافئ x زائد واحد أكبر أو يساوي واحد. إذا واحد واحد، إذا كتبقى x أكبر أو يساوي صفر. بطبيعة الحال الحلول اللي غنلقاها خصني ندير التقاطع ديالها مع مجموعة التعريف. إذن مجموعة التعريف هي ناقص واحد زائد لا نهاية و x أكبر من صفر، وبالتالي الحلول راه كتنتمي لمجموعة التعريف. إذن S كتساوي لنا المجال صفر زائد لا نهاية.